أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى سابع أيام الحرب الروسية على أوكرانيا التي شهدت تصعيدا ميدانيا واضحا، حيث واصلت الصواريخ الروسية قصف المناطق السكنية والمباني الإدارية في مدينة خاركيف شرقية أوكرانيا. قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالا في خاركيف ثاني كبريات المدن الأوكرانية وسط قصف مستمر أدى لمقتل وإصابة العشرات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت سيطرة قواتها على مدينة خيرسون جنوبي البلاد، وهو ما نفته السلطات الأوكرانية مؤكدة استمرار المعارك داخل المدينة. رجال الإطفاء في مدينة جيتومير غربية العاصمة يواجهون حرائق مشتعلة بعد غارة استهدفت منطقة سكنية. في نفس المدينة جيتومير المجاورة لكييف أعلن الدفاع المدني مقتل 4 أشخاص بينهم طفل من جراء القصف الروسي بصاروخ مجنح طويل المدى. مشاهدينا، كانت هذه أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية. الآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.